بنطرح مواضيع مهمة جدا، واللي هي قديش لبنان بيمتلك فعلا عدد من الثروات، إن كانت برية إن كانت بحرية إن كانت جيولوجية وكل الأمور. إنما اليوم بالتحديد رح نتطرق لموضوع الثروة السمكية مع ضيفنا الدكتور ميشيل باريش، وهو البروفيسور ميشيل باريش اختصاصي بعلوم البحار بالجامعة الأمريكية ببيروت. ميشيل صباح الخير. صباح النور وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. اليوم بالتحديد نحن حابين نسلط هالموضوع أو نسلط الضوء على هالموضوع من جراء اصطياد سمكة السنفش أو المولا مولا بطرابلس. نحكي عنها كيف تم اصطيادها وقديش فعلا هي بتمثل أنه بعد عنا كائنات بحرية كتير مهمة، وقديش للأسف عم بيتم انقراضها. صباحا فيه يقول هالشي. يعني هيدي سمكة موجودة، هيدي مش سمكة غريبة بس سمكة نادرة. بس موجودة ببحرنا من زمان وقت ما كان في عنا بحر. بقى هي السمكة يعني نحكى كتير عنها، ميزاتها عندها كثير ميزات بقدر نحكي كثير عنها، منهم انه هي اكبر سمكه على وش الارض اللي عايشه. بيوصل حجمها لتقريبا طنين، الاكبر سمكه وقياسها بالعرض 4.5 أمتار. هلا هي سمكه نادره، هي هون عم نشوفها. ايه بس هيدا الريكورد يعني على اكبر سمكه اللي بلبنان صيدوها كانت شي وزنها يمكن شي 80 كيلو او شي ما بعرف. زغطوره يعني هي بيبي. بيبي سانفيش. وهي هيدي السمكه بتعيش بعيده عن الشط، يعني بسموها محيطي يعني اوشانيك، بتعيش بعيده عن الشط وبتعوم على وش المي باول مراحل يعني بين 0 و 400 متر غمق، وبتاكل جيلي فيش نديل بحر وهيك. طب مفيدة يعني؟ مفيدة أكيد. مفيدة بس عادة ما بتقرب على الشط، ولما بتقرب على الشط بيكون في أسباب، يعني يمكن تكون سمكة شوي مريضة أو ضايعة أو شيء، لأنه هيدي السمكة ما عندها دنب، ما عندها ذعن في ذيلية، بقى ما فيها تسبح، مشان هيك هي بتطلع على وش المي. اول شيء بتتدفى على وش المي من المي. هلا ما تطلعي هالفتره، ما في دفى فوق او فوق المي. ليك تحت. والصياد او البحري بيشوفها للسمكه عايمه على وش المي مثل الورقه، مشان هيك صيدها كثير هين. بقى وهي لانها ما بتسبح بتجرها التيارات، بيجروها الكرنتس، بيجرها التيارات وموجوده يعني ما عندها شيء يحميها، انه مثل اذا عم تقولها الزعانف ما عندها اياها. ما في شيء يعني مثلا حتى ترجع تقدر تقاوم تيار ممكن يسحبها انه ترجع لورا او تهرب. لا ما بتقاوم تيار، فيها تسبح شوي بس عاده بتعوم وبتنجر مع التيارات. مشان هيك اصطيادها هين وقتها تنشاف، يعني اصطيادها هين وهيك بتكون قربت او ضاعت، قربت على الشط. هلا كل سنه او كل سنتين بيصطيدوا وحده بلبنان، انا وصغير بتذكرها يعني هيدي بيصيدوها، بس هلا السنه اخذت اكثر لازم لانه طلع صور على السوشيال ميديا هيك عم بقطعوها وكذا، انحكى عنها اكثر من لازم. بس هي ما بتتاكل بالعاده، هي يعني هون حرام واحد يتصيدها، عم بيخسر كائنات بحريه عم بتفيدنا مثل ما قلت، عم تاكل جيلي فيش او اناديل البحر اللي بالعاده بتاذينا وبنخاف منها وبتخوفنا ننزل على البحر زياده، وبس عم يتصيدوها بس هيك يعني لحب الصيد يعني. نعم. هلا هيدي السمكه اللي تصيدوها بطرابلس بعتقد علقت بالشبك، مش انه يعني حدا راح كمشى علقت بالشبك. هلا ما بتتاكل؟ لا، هي سمكه مصنفه ما بتتاكل. في بعض الدول باسيا بياكلوها، وفي بعض العالم بياكلوها، وهيدي اكلوها بلبنان. بس هيدي بتقرب، هيدي اول مره كان بتم يعني بيتم استهلاكها بالاكل يعني، ما بعرف الارجح. بس هي هيدي قريبه من اسماك من عائله النفيخه، سمكه النفيخه اللي هي سامه جدا. وفيه يكون بقلبها فيه توكسينز، مواد سامه، مواد سامه اللي هن نيوروتوكسينز او تيترودوتوكسينز اللي هي من اخطر المواد يعني. وما بتتفكك بالحراره بالطبخ. هلا الحمد لله شكلها سمكه انه اكلوها وما صار شيء، بس انه انا في خوف، في خطر حقيقي لهالسمكه. وهيدي من جملتها يعني من الاشياء اللي بتحميها، حجمها بالطبيعه حجمها بيحميها، وفيها اوقات سموم لانه حجمها صعب اصطياده مثل ما قلت، يعني هون ما في واحد صيادها بالسناره اكيد. لا، تم اصطياده بالشبك اللي هو كمان احنا ما بننصح انه يتم استعماله، خليها السناره لانه عم يتصيدوا الصغير والكبير والاشياء المنيحه واللي حرام لازم تبقى بالبحر. وهون لما بنحكي كمان عن هيك انواع من السمك بيفتح قدامنا هالكتاب اذا فينا نقول بالثروه السمكيه اللي موجوده عندنا، قديش فعلا عندنا بعد ثروه سمكيه
نقدر نتمثل فيها وننبسط انه موجوده، وقديش للاسف عم بيتم التخفيف منها من جراء هالصيد العشوائي وهالقله الاهتمام وهالتلوث اللي عم نعيشه كمان كثير. يعني مزبوط قلتيهم هلا كلهم، نحن عندنا ثروه سمكيه والبحريه اللي ما بيعرفوا يعني كيف كان البحر وكيف هيدا. نحن عم ندمر كثير كثير بحرنا يعني بيئتنا ان جنرال وبحرنا كمان. للاسف في كثير اشياء الحلول موجوده، في كثير اشياء فينا نعملها ما بتكلف مصاري مثل ما عكس ما العالم بتفكر، وهينه تنعمل وبترد لنا لنقول 50% 60% من بحرنا ومن ثروتنا سمكيه وهيك. للاسف يعني فلتين القصه وكل واحد بحط اللوم على الثاني ما عم بيكون في رقابه ابدا على الصيد البحري. ما في شيء يعني لا ما مش على علمي يعني في شويه رقابه بس كمان بالمبدا يعني العالم مش عارفه شو عم تعمل. كل واحد يعني بعدنا مثل من زمان بعدنا البحر هيدا لكل العالم. شو فينا نتصيد هيدا رزقه بنسميها. لا ما فينا نعمل هيك لانه نحن كتار على الارض وكتار بلبنان وما فينا نتصيد عشوائيا لانه يعني اللي عم بيصير بالبحر مثل كانه واحد عنده جنينه فيها شجر بس تيقطف الليمون بالشجر عم يفلحها للجنينه عم بيشيل الشجر هيك عم نعمل. هيدا فعلا الشيء اللي كتير بأذي. هل ممكن يعني من بعد هيك امور عم نشوفها بشكل عشوائي يتم مثلا انشاء محميات بحريه حقيقيه لحتى تحمي الكائنات البشريه الكائنات البحريه ونقدر نقرشفها ونخليها عنا؟ هلا فينا نعمل هلا في محميات بحريه بدها شوي يمكن اكثر عنايه بس وفينا نعمل محميات جديده يعني في كذا بروجكت على هالشيء بس كمان مش ضروري بس نركز على المحميات لانه المحميه قد ما كانت يعني اذا بتشوفي المحميات باوروبا وبرا محميه قد لبنان بتكون يعني واكبر كمان بقى المحميات هلا لبنان على قد حجمه يعني اذا في يعني بنعمل له محميات مزبوط بس كمان المحميه في حجم معين حسب شو بدها تحمي وفي حجم معين لها بس انا اللي قصدي اقوله انه على المناطق اللي منا محميه لازم يكون منظم عمليه الصيد عمليه استخراج الحيوان يعني كل شيء اشياء منظمه ما لازم يمنع الصيد يعني فينا نتصيد سمك أكيد. وناكل سمك ونروح على البحر وكله ينحمى يعني فينا نعيش ما على القصة مش ضروري بس بالمحميات وبغير محل من نعمل صحراء يعني أكيد ونحن بنعرف أنه لبنان يعني عايش معظمه على الساحل سو أكيد كمان السمك هو جزء أساسي من طعامه من قعدته من جلسته وأيضا نعرف فوائد السمك اللي نحن بنتمثل فيها بلبنان ولهالسبب لازم إذا بدنا ناكل سمك صحي نحافظ على بحرنا لأنه بالنهاية عم يرجع لنا وما ناكل أسماك ما فينا ناكلها بالعادة لأنه كمان مش ناقصنا نزيد ضرر على مأكولاتنا اللي بتكون عم تتعرض لتلوث كبير. هون كمان انا بدي احكي واستغل وجودك كاستاذ بالجامعه الامريكيه ببيروت، نحكي عن الطلاب قديش فعلا عم بيخلقوا هلا او يعني عم بيخلق عندهم نوع من التوازن البيئي، عم بيحسوا حالهم انه هن مسؤولين عن هالبيئه، لانه كان كثير اوقات في ناس بيعتبروا انه خلص انا ومن بعدي ما في حدا خلص التوفان، قديش بدهم يحسوا انه هيدي مسؤوليتهم، هيدي البيئه لإلهم ولاولادهم ولاجيل اللي هو هلا عايش بهالبلد. قديش فعلا عم بيصير هالتوازن بعقلهم وعلى الارض؟ هلا هن الطلاب عنا ولانه في الانترنت وفي جوجل وهيك بيعرفوا كثير اشياء اكثر بكثير من لما بيطلعوا لبرا او الطلاب اللي طلعوا لبرا اكثر. في معلومات بس كمان في عنا مشكل بلبنان في كثير معلومات غلط يعني مثلا مثل المولا مولا او غير حيوان بيطلع اول ما بيطلع حيوان كل العالم على الجوجل بيطلعوا على الجوجل شو طلعوا بيطلعوا بخبروا ذات الخبريه اوقات بتكون غلط الخبريه بتصير تتنقل من محل لمحل صح بتعطي خبريه غلط عامه وبتمشي خلص بتصير حقيقه لانه كل العالم عم بيعيدوها بقى هيدا مشكل. هلا الطلاب بيعرفوا كثير اشياء بس اغلبيتهم عنا منهم موجهين على البيئه، في منهم اللي موجهين بيتخصصوا اكثر بيتعلموا اكثر عليها والاغلبيه بيكونوا عم يعملوا غير شيء، يعني نحن تلاميذنا اغلبيتهم بيروحوا على الطب بالبيولوجي ديبارتمنت عنا بس في منهم في ناس بيعملوا ريسيرش بغير اشياء وفي منهم عدد ممكن يتجهوا ايضا للعلوم البيئيه مثلا اكيد أكتر. اكيد في بس بالنسبه عدديا يعني اقل بكثير من تلاميذ الطب. الطب بيكون اكثر اللي هو الهدف اللي يمكن الاول بالنسبه لهم. كمان ميشيل بالنسبه للموضوع المتعلق بالبحر يعني حكينا عن الثروه السمكيه انما ايضا اذا بنحكي عن الثروه البحريه بالاجمال مش بس على موضوع السمك، شو فينا نحكي هلا عن الوضع الحالي بلبنان؟ الوضع الحالي تعتير
التعتير، ومثل ما قلت هلا من شوي الحلول هينه، يعني البحر بيظبط حاله لوحده. يعني المشكل انه مثل ما قلت في اشياء ما بدها كثير شغل، ما بتكلف مصاري بتزبط، بس في اشياء للاسف لما بتروح ما بترجع، او اذا بترجع بترجع بدها وقت كثير لترجع. يعني عم نحكي عشرات السنين اذا مش مئات السنين او الاف السنين. مثلا لما بنشيل شط رمل ومنعمر محله مجمع سياحي، اذا بعد 10 سنين غير جيل اجى قال انه لا نحن بدنا نعمل، ما فيك تردي شط رمل. صح. مثل وقت ما نشيل غابه ومنعمر فيها، ما فينا نرجعها غابه. يعني اللي خسرناه في اشياء خسرناها. بقى حل الوقت ننظم شوي بيئتنا ونعرف شوي اكثر. يعني في توعيه كمان للعالم، مش بس للبحريه، كل العالم بيحكوا بالصياده الصياده. لا حرام، مش بس العالم. صح. العالم اللي عم يشتري المستثمرين السمك، والحتى اللي عم مثل ما عم تقول عم يقضوا على شط رملي او على شط بحري صخري شو ما كانوا عم بيعمروا عليه، يعني كمان منتجعات سياحيه. يعني مزبوط. نحن مش ضدهم، بس انه اتركوا شوي هالقد هالمساحات يعني للناس. انا حتى كمان بمجرد ما بعلم كمان انا براهن على الشباب. الشباب مش على المستثمر قد ما على الشاب، لانه الشباب بالنهايه هن اللي حيكونوا العالم بعدين، وهن اللي حيشتروا السمك من المطعم، وهن اللي حيروحوا على البحر، وهن هيدا هو براهن عليهم، لانه هو بغيروا كل شيء بالسيستم. يعني ان شاء الله يا رب. اكيد نحن ما نتشكر كثير وجودك، نتمنى اكيد يكون في رقابه اكثر على كل هالامور اللي عم بتكون موجوده جوات البحر وباول البحر وعلى البحر نفسه او على اول الشط كمان. شكرا، اهلا وسهلا فيك ميشيل. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع وقفتنا المفصله مع بلقيس، وايضا مع السوشيال ميديا مع علي. خليكن معنا.